الله. ننتظر بس الشباب يجون، واسفين والله على التأخير اليوم، تأخرنا شوي، لكن إن شاء الله تكون الفقرة بسيطة، ونتكلم إن شاء الله عن جماليات الدين وجمال لطف الله سبحانه وتعالى، ونأخذ مشاركات الشباب. دائما الحديث عن الله سبحانه وتعالى ذو شجون في قلب المؤمن، دائما نقول الإنسان بحاجة إلى 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 أن يملي قلبه ذكرا لله وتعظيما لله، وأن يملي هذا القلب بقدر الاستطاعة من أسماء الله وصفاته. لأن ابن القيم رحمه الله قال بداية معرفة الإنسان لله سبحانه وتعالى عند الأسماء والصفات. وقال ابن القيم كلام عجيب جميل، يقول من عرف الله أحبه. دائما الإنسان يسأل يقول أنا كيف أعرف الله؟ دائما الإنسان يبحث، يقول نسمع معرفة الله، أبحث عن أسماء الله، عن صفات الله سبحانه وتعالى. فلله الأسماء الحسنى، وقال الله سبحانه وتعالى لله الأسماء الحسنى في إيش؟ فادعوا بها. أنا شلون لما أسمع الله سبحانه وتعالى يقول لي في القرآن فادعوا بها، شلون أطلع هذه الأسماء؟ نعم، الإنسان يبحث. لله 99 اسما، كلما عرف الإنسان اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى وصفة من صفات الله، كلما تعلق بالله سبحانه وتعالى. الجمال كله في أسمائه وصفاته، الجمال في القرب من الله سبحانه وتعالى، الجمال أن تضع ذي الجبهة بين يد الله سبحانه وتعالى، الجمال الوقوف بين يد الله سبحانه وتعالى، الجمال في التوبة، الجمال في الصدقة، الجمال في التقوى، الجمال في الصبر. كل الدين هذا أوتي بالجمال كله. يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى لما 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 أراد أن يعلق الإنسان به، جعل له الأسماء والصفات حتى يزداد جمال الإنسان بهذه الأسماء والصفات. أذكر مرة كلام لابن القيم عجيب، وأنا دائما أتحدث عن ابن القيم لأن ابن القيم دائما لامس القلوب. ابن القيم متخصص للقلوب، وهو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن القيم يقول بقدر حبك لله يحبونك الناس. ركز، شوف، بعض الناس من أحب يبغى الله أيوة يبغى محبة الناس، ويسعى في محبة الناس، ولو تلقى معه من الأموال ومعه من القصور، ويبغى يكسب هؤلاء الناس، صدقني ما يكسبهم كلهم. لو انفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لكن الله اللي ألف هو بين القلوب. يقول ابن القيم بقدر حبك لله يحبونك الناس. كثر ما حبيت الله سبحانه وتعالى تلقى الناس تحبك، ويكفي مع حب الناس لك إن الله يحبك سبحانه وتعالى، ويحبك جبريل، ويحبونك ملائكة السماوات السبع، وينزل لك القبول في الأرض. ثم قال وبقدر تعظيمك لله يعظمونك الناس. أوقات يا أخي سبحان الله، بعض الناس إذا جلست معه في مكان ما حد يقدر يعصي الله سبحانه وتعالى. ليش؟ يقول أخ هذا موجود في كونه منه. تلقى إذا جلس في مجلس ما في غيبة، تلقى إذا جلس في مجلس ما حد يفعل معصية، وهذا كله بفضل من الله عز وجل، لأنه عظم الله، عظم الله، فالله عز وجل جعل له تعظيما بين الناس. وبقدر خوفك من محارم الله عز وجل يخافون الناس أن يقربوا شيئا من محارمك. فسبحان الله، هذا دين جميل. ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. إذا أحسنت في هذه الدنيا أحسن الله لك في الدنيا وفي الآخرة. الله بس يبغاك تحسن في الدنيا، الله يجعل لك الإحسان في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسعدنا وإياكم، وأن يوفقنا وإياكم. أرحب عليكم السلام، أرحب بالمقدم المميز، المقدم البارع، صراحة مذهل. أنت مذهل في التقديم، مذهل في حتى في عرضتك، مذهل حتى في شيلتك، مذهل حتى في اسمك، كل شيء فيك مذهل. هذه شهادة اعتزال ولا قصور الشباب. أنا والله أنا إن شاء الله أني قبل ما أختم هذا كل واحد يجيب جنب اسمه شيء وأقعد أكتبه وأرسلها لكم رسائل إن شاء الله. أنتم تستحقون أن الواحد أن يقف ويصفق لكم، قسما. أنت وجودك بالمساعدة أي والله، وأنت كلامك يعني لي أنا يا جبر، بما أني كنت من جمهورك قبل برنامج. اللهم مستعان جمهوركم، أنا من جمهورك. ترك والله إضافة لي، الله يرضى عنك، وزدتني شرف ويسعدك بإذن الله. أن نحاول نسعى أن نكون مثل ياسر بن سعد. الله يرضى عنك، اللهم مستعان. حنا طال عمرك في دائرة ستر الله عز وجل، ومن صحيح. الجمالية ذكرنا من الجمالية جمالية الستر، أن الله صحيح. سبحانه وتعالى يستر عنا. بالله تخيلوا أن كل واحد إيه، أن الله ما يستر الإنسان، كيف نلقى الناس وكيف نتقابل مع الناس؟ وكيف يقول الرجل من التابعين يقول لو للذنوب روائح ما حد جلس جنبه. لكن من جمال الله عز وجل ومن جمال هذا الدين أن الله ستير، يستر على الإنسان. الله ما يزال يستر على الإنسان حتى يوم القيامة، لما يقف بين يديه، لما يدن العبد من الله سبحانه وتعالى يضع عليه كفنة أي يغطيه الله عز وجل عن الخلال. تخيل أن الله في ذلك اليوم يحاسبك
ويبعد الأبصار عنك ويبدأ الله يحاسبك على ذنوبك على ذنوبك، ثم الله عز وجل يقول سترتها لك سترتها يا عبدي عليك في الدنيا وها أنا أسترها عليك اليوم، فيدخلك الله عز وجل والنعم من عمت الستر. نعم لو نعم. ما يستر علينا احنا يا بشر. أنا دائما أتحكي عن ابن القيم. إيه ابن القيم عالم إمام المسلمين. ابن القيم من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. ابن القيم له كتب دائما يتكلم عن القلوب، يتكلم عن القلوب ويتكلم يعني عالم جليل من علماء المسلمين. ودائما أنا أوصل الجميع اللي يعني اللي مطلع على الكتب ويحب قراءة الكتب يقرأ في كتاب ابن القيم مثل مدارج السالكين، مثل كتاب الداء والدواء. الداء والدواء يتكلم. يوم من الأيام أتى رجل إلى ابن القيم فقال إني متعلق يعني بذنب، يقول كانت عندي نعمة وبدت تسلب النعم هذا بسبب الذنب المعاصي. فألف ابن القيم كتاب اسمه الداء والدواء. تخيل ألفه في وقت بسيط، في وقت بسيط ألف الكتاب هذا الداء والدواء ابن القيم كما جاء في الأثر، كما جاء عن ابن القيم. ليش تكلم ابن القيم في كتاب الداء والدواء عن الدعاء ثم تكلم عن ايش فيكم خرجتوني في شب ما لا قاعد شو طالع داس من خبل طالع كاميرا فوق الله المستعان. فانا اقول دائما ابن القيم اللي يقرا في كتبه يزداد يعني قربا من الله سبحانه وتعالى. الداء والدواء، الداء والدواء يتكلم وشي عن الدعاء ثم يبدا يتكلم عن حسن الظن بالله. ابو شو يتكلم عنه؟